السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن قضية المشي في الظلام. إني شفت نفسي ماشي في الظلام، إيه معنى الرؤية دي؟ خلي بالكم علشان خاطر قضية المشي في الظلام دي بتخص حاجات كتيرة، بتخص حاجات نفسية للرائي، وبتخص الخوف من المستقبل والحاجات دي كلها، وربما تدل على الذنوب والمعاصي والمشكلات. فلقاء النهاردة ممكن يزعل كتير من الناس، بس ده شر لابد منه، ولازم نتكلم عن قضية المشي في الظلام، لا سيما إذا كانت هذه الرؤية من الرؤى اللي كتير من الناس بيشوفوها. قضية المشي في الظلام رؤيته للعزباء، رؤية إن هي شافت ظلام بدون ما تمشي في مكان، ده لسه هنتكلم عنه. رؤية الظلام عموما في المنام للعزباء تدل هذه الرؤية على الخوف من المستقبل، وقيل التوتر في العلاقات العاطفية أو مع حتى الخاطب، وقيل الخوف من الدراسة أو الفشل من الدراسة، وقيل الخوف من ضياع الوظيفة لو أنها مقبلة على وظيفة. رؤية الظلام يا جماعة في الشارع يدل على الكرب والهم، ومع شديد الأسف وقيل يدل أيضا رؤية المشي في الشارع في الظلام تدل على كثرة الذنوب والمعاصي، وقيل رؤية الظلام يدل على الشعور بالوحدة. أحيانا هذه الرؤية تفسر للرأي أنه بيشعر بالوحدة، يعني لا يتماشى مع شخص مثلا أن تكون رؤية الظلام الذنوب ومعاصي أو كرب وهم. في بعض الأشخاص بيشعروا بالوحدة فبيشوف الرؤية دي كتير في منامهم. لو رأى في المنام أنه يبحث عن زر الكهرباء، أي طبعا الكلام لأي أحد بدون تخصيص لأحد إلا لبنت العزباء في البداية في نقطة حددت لها، لكن الكلام من بعد النقطة الأولى الكلام للكل. لو أنا شفت نفسي في ظلام وبحاول أدور على كبس الكهرباء زي ما نقول بالمصري، أو زر الكهرباء، عايز أضغط على زر الكهرباء علشان أشوف اللي حواليا، لو وجد زر الكهرباء وضغط عليه وشعر إن الظلام تحول إلى نور، هذه الرؤية تدل على حل كل المشكلات التي يمر بها وقت رؤيته لهذه الرؤية. طيب لو يبحث عن زر الكهرباء ولم يجد زر الكهرباء ولم يتحول الظلام إلى نور، سوف تستمر معه هذه المشكلات والمصاعب لفترة ما. هذه هي رؤية البحث في الظلام عن زر الكهرباء. طيب رؤية الظلام للمرأة عموما، يعني سواء متزوجة أو مطلقة أو أرملة، تدل على توتر العلاقات مع الأسرة عموما. قد يكون التوتر مع الأب، مع الأم، مع الأخ، مع البنت، مع الزوج للمتزوجة، مع الطليق للمطلقة، توتر علاقات في الأسرة. رؤية الظلام عموما للمرأة. البيت المظلم يدل على عدم التفاهم بين أفراد الأسرة. لو وجد الظلام فجأة، يعني أنا فجأة في المنام قاعد وفجأة الدنيا أظلمت، يبقى الظلام هنا معنى الرؤية إن الظلام جاءني فجأة. إيه معنى الرؤية دي؟ معنى الرؤية دي إن أنت شخص ينبغي أن تراجع حساباتك وأن تراجع أفعالك، لأن يبدو أن أنت ماشي في طريق خطأ، وده إنذار في صورة رؤية. خلي بالك أنت ماشي غلط في أمر ما. قضية الظلام يأتي فجأة، يبقى أنا لازم أراجع حساباتي وأشوف أنا بعمل إيه غلط أرجع عنه. المشي في الظلام خصوصا للبنت العزباء يدل على كثرة الإخفاقات الكثيرة في الحياة، وقيل أنها تواجه فشل في الدراسة، ومع شديد الأسف. دي كانت قضية المشي في الظلام. انتظرونا في اللقاءات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.